جميل. للأسف وقت فقرتنا خلصت أخيرا. عايزك تقولي أسامي لعيبة عايز تدربها تطوير أداء هنا في مصر وبره مصر. هنا في مصر تقريبا كله معايا الحمد لله. يعني أكيد في لعيب شايف إنه لو بقى معاك أداؤه هيبقى في حتة تانية. كله معايا. ايه ده؟ الحمد لله. بس في اصل في ناس خلي بالك بمرنهم ما بقولش اساميهم ما ينفعش. فممنوع. لكن كله موجود. مصر كله موجود. بره مصر؟ بره مصر ما مش عارف يعني ما جاش في دماغي ان انا اشتغل ان انا اضرب حد بره مصر. راجل مستكفي ما شاء الله. هو بس المحترف الوحيد اللي انا كنت عايز اشتغل معاه هو تريزيجيه. واشتغلته؟ لا لسه يعني ان شاء الله باذن الله. لكن كله تمام كله تمام.